أميغو لجيزي يقدم لكم هذا البرنامج. السلام عليكم وصحة رمضانكم. اليوم جينا نحكو على عفسة الناس كاع يحبوها في رمضان. لا لا طيب على البروغرام تاع رمضان. في رمضان الناس بزاف يشوفوا حاجه اللي هي لي سيري تيليفيزي. الدراهم انا اللي نديهم، هادو ما تاع الوالده، لازم نشرف العائله. نحي يدك، الوالده ديالك هي الوالده ديالي وانا اخوك الكبير. نحي يدك. اليوم رايحين نهضروا على لي ريستورون. هي كي تقول ريستورون شيك تما باينه غير قاعد تدخل تضرب عدها تخلص 100000. بونجور مسيور، بيان فيني، واسمي مني دو ريستورون. ها ضرب الفرونسي وما عندكش مي باسو دي تراج تاع ام بي سي اكشن. اسمع، هذا علاش جبتوه؟ عباك انا واش تجيب لي واحد كبير كرانديطا وكثر الكمون؟ اي بلا عقل شو زعما حاوز انا بصح ديت الكتاب صح. كي تلحق ماكسيون في الجزائر لازم الكيتشوب، ما فهمتوش؟ دوك تفهم. هاد الدراهم غير انا اللي نديهم. مالك يا عز هكذا؟ ما تفهم معك غير القوة. قتلتني زلابية. لا لا يا اخو شربة. لي كاميرا كاشي. البروبلام في الجزائر كي دير كاميرا كاشي لازم تقاري امبيولونس قدامها. اليوم جينا نحكو على واحد السيجي. زيدوا تعاودوها. شكون صونا؟ هو كانوا يخوفونا بواحد الحاجة اللي هي الغول. اسمع واش راك دير؟ قدوة عندك الامتحانات وقت تلعب. اسمع اقرا سينو دوك نعيط للغول. شو ما تشربش يجي الغول ياكلك. ارقد سينو دوك يخرج لك الغول من تحت وياكلك. شو اغسل سنانك سينو يجي الغول ياكلك. سمحنا دوك واش نديرو؟ نحكمو المثل ونطبقوه حرفيا. مازال ما فهمتو؟ تبع الكذاب حتى لباب الدار. واش خو؟ والو تبعت كبرك. واش تبع؟ خي المثل اللي دابا قال يقول لك بلي تبع الكذاب حتى لباب الدار. بصح في الدار انا دخلت. نسنا في عند الباب. اشري الجار قبل الدار. السلام عليكم. سلام خويا. شحال عطاو؟ هاو ماهمش البيع خو. لا لا ماشي نوادر يا خو. ياك انت اللي تكون هنا كيما البورطايل الاحمر. اكزاكتومون. ايوا انت هو الجار. انا هو الجار. تما دير سوم على روحك باش نشري. انا نشري الجار قبل الدار. يا كان معاكم ديزا جوكر. أميغو لجيزي قدم لكم هذا البرنامج.